بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني أصحاب الجلالة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني وباسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. كما يسرني أن أوجه الشكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على ما بذلته مملكة البحرين الشقيقة من جهود كبيرة خلال رئاستها للدورة 41 لمجلس التعاون. أصحاب الجلالة والسمو، نجتمع اليوم بعد مرور 4 عقود من تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة تتطلب منا المزيد من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولنا. وفي هذا الصدد نشير للرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمجلس التعاون، ونؤكد على أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظومتي الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دورنا الإقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية وتطوير الشراكات مع المجتمع الدولي. ونشيد بما لمسناه خلال زياراتنا لمجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي من حرص بالغ وعلى وحدة الصف، كما نشيد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021. أصحاب الجلالة والسمو، نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر، وهذا يتطلب إيجاد بيئة جذابة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وإطلاق إمكانيات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق الأمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية والتعامل مع ظاهرة التغيير المناخي من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير في سبيل ذلك. أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول للحياد الصفري في عام 2030 من خلال نهج اقتصاد الدائري للكربون. أصحاب الجلالة والسمو، تستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات. ونتطلع أن يستكمل العراق الشقيق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار وازدهار وتنمية العراق. ونؤكد استمرارنا في دعم الجهود مبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية. وتؤكد المملكة على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخ الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تؤكد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة من جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وتتابع المملكة تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، ولا تكون أفغانستان ملاذا للتنظيمات الإرهابية. أصحاب الجلالة والسمو، لقد حقق المجلس إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، ونتطلع إلى تحقيق المزيد للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك بما يعزز مسيرة المجلس على جميع الأصعدة. وختاماً، نشكر جهود المبذولة من أمانة المجلس لإنجاح أعمال قمتنا هذه، ونسأل مولى عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا لخدمة ما تصبو إليه بلداننا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في البداية أن نعرض عن خالص تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة في دورتها الحالية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما يسعدنا أن نشيد بنتائج الزيارات الميمونة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد حفظه الله لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي مهدت لعقد هذه القمة خير تمهيد، وجاءت تطلعاتها وتوجهاتها معبرة ومؤكدة على ما تتولاه المملكة الشقيقة من دور كبير لتغريب وجهات النظر ولتجاوز التحديات وتقديم الحلول المطلوبة مع متطلبات مرحلة العمل الحالية، وصولاً إلى ما نتمناها جميعاً لدولنا من رفعة وازدهار وتقارب لا بد منه لتحقيق المزيد من المنعة والاستقرار.
ولا يفوتنا في هذا السياق بأن نشير إلى حرص مملكة البحرين خلال فترة ترأسها للدورة 41 لمجلس التعاون على متابعة تنفيذ أجندة العمل المشتركة، محققة بذلك الكثير من الخطوات الهامة التي تصب في مصلحة عمل المجلس لما يسهم في الارتقاء بمسيرته. وبهذه المناسبة نود التأكيد على أهمية الالتزام بمضامين إعلان العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة كافة الأمور العالقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظمتين الدفاعية والأمنية وتنسيق المواقف لتعزيز تضامن واستقرار دول المجلس ووحدة صفها وبما يرسخ دورها الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي الختام يسرنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريق عملها بقيادة أمينها العام معالي الدكتور نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف لما يبذلونه من جهود حثيثة للارتقاء بعمل المجلس وكذلك إسهامهم الواضح في الإعداد لأعمال هذه القمة المباركة. وستبقى أمالنا كبيرة للمزيد من الاتحاد بعون الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.